أنا شبح يعيش هنا منذ زمن بعيد. شبح؟ منذ زمن بعيد؟ أنا أوريبو، تشرفت كثيرا بلقائك. إصبعك كان في أنفك. مخاط الشبح غير مقرف أبدا أيتها الفتاة. هيا صافحي الآن. سعيد جدا وأخيرا صارت عندي صديقة. صوت أوكو. أظنها رأت بعوضة أخرى. أوكو، أين هي؟ أوكو، ما خطبك؟ نقت ذرعا. لماذا أغلقت الستائر؟ ما زالت السحلية على النافذة. إنها عظاء وهي من ذوات الدم البارد، لذلك تبحث عن الدفء. وماذا عن هذا؟ لا أرى شيئا. أنت وقف عن العبث في أنفك. ماذا؟ لا عليك. حسنا، سأقدمك إلى السيدة أتسكو والسيد كو. اتبعيني إلى غرفتي حالا. حاضر. حاضر. وتوقفي عن الصراخ أيضا، فهو أمر غير لائق. حاضر. هكذا ستخيفين الجميع. سأذكرها بذلك. آسفة جدتي. إنك لا تشبهين مينيكو أبداً. كيف عرفت اسم جدتي أيها الشقي؟ أعرفها معرفة قديمة. ها؟ طلبت منك لحاقها. هيا بنا. لا تلحقي. لا تقولي هذا أرجوك. وأخيراً وجدت شخصاً أتحدث معه. لا أتحدث مع شبح. هنا لا أحد يستطيع أن يراني أو يسمع صوتي يا أوكو. ولما أراك أنا؟ هذا لأنك اقتربت كثيرا من الموت واتصلت بالعالم الآخر ربما. لا تقل هذا. هل تعني أنك من أنقذ حياتي؟ مينيكو تنتظرنا. هيا. من الآن فصاعدا ستعيش أوكو في هذا النزل. أعتمد عليك في رعايتها يا أتسكو. حاضرة. وأنت أيضا يا كو. بكل سرور. شكرا جزيلا لكما. لقد كان حادثا مروعا. أجل، اعتاد والداك الطيبان أن يساعدان في إدارة النزول في أوقات الذروة. أوكو، قولي بأنك ستمدين لهما يد العون. جدتك مينيكو تعمل هنا بجد كبير. أنت من سيحل محلها. مستحيل، لن أدير النزل. هل قلت تديرين النزل؟ في الحقيقة رددي كلامي. سأساعدكم لأتعلم إدارة النزل. سأساعدكم في النزل؟ أنا آسفة. لا بأس سيدتي. أوكو تقول إنها تريد مساعدتك في إدارة النزول. أوكو، أنت تريدين المساعدة في إدارة النزول؟ أنا وافقي يا أوكو. عليك أن تصبحي سيدة نزل هارونو يا شابة. سيدة النزول. سيدة النزول. سيدة النزول الشابة. يا لها من فكرة مفرحة جدا، أليس كذلك؟ ولكن أوكو ما زالت في الابتدائية. هذا صحيح، معها حق. لم أقرر بأنني سأكون سيدة النزل الشابة بعد. لا تقلقي، أنا سأعلمك أساسيات العمل هنا شيئا فشيئا. ولكن يا أوتسكو. أوكو، مدي يد العون لمينيكو. هيا لبي طلب من أنقذ حياتك يا أوكو. لطالما أردت تعليمها ذلك، أنسيتي؟ معك حق،
سأحضر لك ثوبا للتدرب على المشيبة. شكرا لك يا أوكو. لا داعي للشكر. لا تدخل غرفتي إن لم أسمح لك. آسف، لكنني سعيد جدا بقرارك. حسنا، فهمت عليك. هكذا سوف أموت سعيدا. لا تقل أشياء غريبة، أنت ميت بالفعل. أراك غدا يا سيدة النزل الشابة. كفى، اختفى. هكذا هم الأشباح. أنتما أحياء إذن. إفطار غرفة القطيفة الذهبية صار جاهزاً الآن. وهنا إفطار غرفة غار الشتاء. حاضر. سهلا بكما في أي وقت. صباح الخير. أوكو، ماذا تفعلين؟ ألقي التحية كما يجب. صباح الخير. سمعنا خبرا جميلا، ستصبحين سيدة النزل الشابة. ها؟ عملي بجد. أجل. لننتظر ونرى. أجل. جدتي، ما هذا؟ حصل جدك على هذه من بلاط عمره